حياكم الله مشاهدينا. مثل ما شفتوا معنا اليوم راح يكون الحديث عن السوشيال ميديا وشلون صار اليوم التواصل الاجتماعي هو المتحكم الاساسي والرئيسي بحياتنا اليوميه. برحب اليوم بضيوفنا الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي حسين بقريس وايمن العربيد واحمد الهادي صاحب هاشتاج قولها صح. حياكم الله وكل عام وانتم بخير. انتم بخير. صح خير. صح تقبل طاعتكم ومنورينا هنا في برج الحمراء واكيد منورينا في غبقة الحمراء. كل واحد فيكم له رسالة إيجابية قاعد يقدمها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الشيء اللي قاعد يغير فكرة كثير من الناس اللي ماخذين الفكرة السلبية عن التواصل الاجتماعي. لكن لو نسألكم سؤال مشترك بينكم كلكم دامكم منورينا اليوم، نبي نسأل أول عن طقوسكم في رمضان. يعني في كل موسم كل واحد عنده آلية معينة في طقوس برمضان. شنو طقوسك برمضان؟ شنو الشيء اللي لازم يكون على المائدة تتفطر فيه؟ أولاً يعطيك العافية، وأنا وايد متشرف بوجودي وياكم لولا والأستاذ عبد الله، وما شاء الله منورين في كل شيء. الله يحفظكم. الطقوس اللي أنا استخدمها في رمضان بشكل عام، دائماً أحط رمضان هو نقلة نوعية في حياتي، لازم أغير شيء برمضان، ما ينفع يطلع علي رمضان أطلع من رمضان وأنا هم غير شيء في حياتي. فدائماً أحط لي هدف معين أصير المدى على قولتهم أحاول أسوي برمضان. فالسنة هذه رمضان هذا أنا مقرر أن أنزل 5 كيلو. نحن نادس كيلو بس. ما شاء الله. كلنا نعيش الحالة كل رمضان. بس شو بعد العيد يبين الفرق. إيش كذا حسين، هذه النقطة مهمة أن الواحد يكون فيه هدف وحاطه برمضان ويبي يحققه، يمكن بعيد شوي عن السوشيال ميديا لأن الناس ممكن هم تتأثر بهالشيء. أول شيء راح يكون معاك مشكورين على اللقاء وما قصرتوا. مثل ما قال أخوي المستشار يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. ما بيزيد علي أي شيء. كل هدفنا أول شيء أنا شخصياً التواصل الاجتماعي شوي توخر عنه، خليك مع أهلك وعيالك، خليك مع الوالدة الوالد، قرب منهم. إذا كنت بتزعل مع أحد يعني هذا نقول نقلة جديدة حق شوي أنت زعلان عليهم متزاعل بشكل كبير، خليك تقرب منهم اكثر. انا هذا وجهه نظري هالشهر هذا لازم وصلت رسالتين بالسوشيال ميديا. انا الشغله هذه انه قرب من والدتك، قرب من اهلك، قرب من اخوانك، خليك قريب معاهم شويه. اكيد هذا قاعد يخلي الاشياء الروحانيه عندنا تزيد، خاصه لما نشوف الوالده عسى الله يحفظها ويطول بعمرها. اكيد نستانس ونكون سعيدين جدا. استاذ احمد، شنو الشيء اللي حاب انه انت برمضان، هل رمضان تسويه او طقوس او اذا عندك اليه معينه؟ انا اشوف ان رمضان يعني ما له داعي انا انطر رمضان عشان اعدل شيء انا المفروض اني انا اسويه، اذا بسويه ممكن انا اسويه باي شهر ثاني. صحيح. لكن اللي انا احبه برمضان هو شيء مو ينفرض علينا بس بشكل ايجابي بشكل زين، ان احنا مغصوبين او ملزومين ان احنا نشوف اهلنا كل يوم. احنا على حسب مشاغل الحياه ممكن مو كل يوم نتغدى مع اهلنا، مو كل يوم نتعشى وياهم، لكن في رمضان لا، لازم كل يوم نتفطر وياهم، كل يوم نشوفهم، كل يوم نسولف بشيء جديد. فهذا رمضان اللي قاعد يزيد علينا او قاعد يرجع لنا، لان مشاغل الحياه قاعد تخلينا حتى نلهى عن اهلنا. نعم. فرمضان هذا اللي قاعد يضيفه لنا. لكن اذا شيء انا حابي احاول اني انجزه برمضان ما راح انطر انا رمضان عشان انجز انجاز. نعم. عندي كل اشهر السنه. نعم. احمد الهادي صاحب هاشتاج قولها صح. قولها صح، يعني هاشتاج قولها صح يمكن يكثر برمضان بسبب كثره الناس وكثره خلينا نقول تجمعات الناس وكثره الغبقات وكثره العلاقات الاجتماعيه. صحيح. فشنو اللي قاعد تشوف ان السلبيات اللي قاعد تصير في السوشيال ميديا؟ اكيد في رقابه ذاتيه لكم انتم تسوونها قبل لا تقدمون اي رساله، لكن صحيح. زياده على هالرقابه قاعد نشوف الاشاعات وتكاثر الاشاعات، شلون نقدر نسيطر على هالموضوع؟ شوفي هو السوشيال ميديا يعني ضاف اشياء بشكل ايجابي وضاف اشياء وايد بشكل سلبي، لان مثل ما قبل شوي قاعد نسولف انا والشباب ان كل مشهور كان باي مجال، مجال العلاقات الاسريه، مجال الفن، مجال مثلا المكياج، بمجال بمجال بمجال، كل واحد لازم يكون له مسؤوليه اجتماعيه، مسؤوليه. احنا كلنا مسؤولين قدام الناس اللي قاعد نتابعها، يعني كان مذيع كان ممثل كان ايا كان، مو شرط اني انا انظر واتكلم شيء يعني اني على قولتهم اتفلسف عشان ابين اني انا مثالي وايجابي. صحيح. لكن هم
أضرهم أو أني أنا مو شرط الضرر يكون الضرر الأخلاقي، لكن إحنا نقول على من ناحيتي أنا. والله قاعد تأذي الناس. لحظة، أنا عارفك من قبل كنت معاي بالجامعة وكنت من الطلبة الشطار جدا اللي يحرقون الكرب. كنت معاك شو تخصصك انت احمد؟ تقول انا مو عربي ولا انجليزي. اي هذا انا هذه انا كاتبها، ان انا لاني مدرس عربي ولاني مدرس انجليزي. إيه؟ بس احب افرق بين الصح والغلط. تخصصك شنو؟ تخصص محاسبه. محاسبه بعيد عني. كان معي بكذا كلاس ترى. زين، المشاهير كلهم نتفتهم من ناحيه اللغه والانجليزي وشلون ينطقون الكلام. حتى اللي متخرجين من مدارس انجليزيه او جامعات انجليزيه. انا اولهم. شلون بدت الفكره؟ دامنونا اولهم هني. يعني انت شلون رحت حق هالرساله انك انت تبي تصحح الاخطاء اللغويه اللي تصير بالانجليزي والعربي؟ بالضبط، انا مثل ما قلت في البدايه او من ضمن كلامي، ان كل مشهور له مسؤوليه اجتماعيه. الحين لما المشهور يتكلم متابعينه يمكن مليون، مليونين، 3 ملايين، نص مليون، ايا كان العدد، بيتاثرون فيه بالصح وبالغلط. صحيح. يعني ممكن خبيره المكياج تعلم الناس شلون يحطون مكياج، وبنفس الوقت قاعد ياخذون منها الكلام الغلط اللي هي قاعد تقوله. يعني لا تخوره بالانجليزي. لا تخوره بالانجليزي وبالعربي. بالعربي. ترى انا مو بس اصلح انجليزي، اصلح انجليزي وعربي. من ايام الجامعه، يعني هو من قبل الجامعه. بس هم هذه تعتبر مسؤوليه، لان انا ذاك اليوم لاحظت بنت اختي قاعد قالت كلمه استغربتها. فقلت لها عيديها مره ثانيه، عادتها مره ثانيه، قلت لها انت من وين جايبه هالكلمه؟ شلون قلتيها بهالطريقه؟ طبعا مو كلمه عاديه، يعني كلمه متداوله عاديه، بس ليش قلتيها بهالطريقه؟ كانت تقول فلانه وفلانه 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 من المشاهير يقولونها كذي عادي. فلما الناس يشوفونهم ان هذول يحطون مكياج صح، يلبسون صح، عبالهم انهم يتكلمون صح. شنو هي الكلمه مثلا اذا تقدر تقولها؟ مثلا كلمه بالانجليزي مثلا، نزلوا هذا التطبيق وشغلوا النوتيفيكشن مثلا. أوه. مثلا النوتيفيكشن شايده، يعني اقدر اقولها اشعارات، يعني ترى سهله بالعربي اشعارات. ليش تقول انجليزي صح؟ ما فيها شيء، ما شفنا فيها شيء. اذا قلنا اشعارات يعني مو سيئه بالعربي، بس قالت انا تبي. بس انت احمد تبي تصحح لهم ولا تبيهم يتكلمون عربي؟ لا، في فرق. انا كاحمد ما عندي اي مشكله اذا شخص تكلم عربي وخلط معاه الانجليزي، لكن انه يكون صحيح. بس انا وياك الحين قاعدين نسولف صح. اذا بيي بقول كلمه انجليزيه او انجليزيه على قولتهم بالكويتي، اقولها بشكل صحيح. اشتغل خلاص. بلش على نفسي. هذه الرقابه الذاتيه. هذه الرقابه الذاتيه. يمكن هذه اللقطات اللي قاعد نشوفها من المقاطع الاشهر، البوستات اللي كنت تحطها في السوشيال ميديا. صحيح. واللي انتشرت، احنا ودنا نسولف شوي اكثر عنها. بنتقل حق استاذ ايمن. شوي رسالتك يعني مختلفه، كونك انت مستشار اسري واجتماعي. لما فكرت اليوم وتشوف السوشيال ميديا، ليش فكرت انك انت تكون مؤثر فيه وتقدم رساله؟ ليش قصدك ان انا دخلت بالسوشيال ميديا من هذا المجال الاستشارات الاسريه؟ بالضبط. شوف، احنا كل مجتمع عندنا يبدا اساسا من الاسره، من داخل الاسره. وبكل امانه من بعد دخول السوشيال ميديا تقريبا الاسره عندنا مفككه. قالها اخوي احمد توه ان احنا سالفه الصفره هذه اللي قاعده بالفطور ترى حيل فاقدينها، حيل فقدناها، وخصوصا من بعد ما دش السوشيال ميديا وكل واحد قاعد بموبايله وكل واحد قاعد بزاويه. والله العظيم انا بالصفره بعض المرات اقول ادوا موبايلاتكم خلينا نشوف بعض، خلينا نتكلم. فصار التفكك مو طبيعي، شيء مو طبيعي. بس التفكك الاسري يعني شكليا، بس هي الاسر مو مفككه بالاساس. لا 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 لا، مو متفككه، بس على وشك انه ممكن نوصل حق مرحله خطيره لا عوده منها. نعم. لازم نذكر اهلنا ونذكر نفسنا ان الاسره شيء رئيسي، ردوا شويه. ترى السوشيال ميديا سوى اشياء مخيفه في بيوت، فرق ناس، خلى ناس تصير غنيه، خلى ناس تصير فقيره. شيء مو طبيعي السوشيال ميديا، فمحتاج ان الواحد يذكرهم شوي، ردوا بالاساسيات. استاذ ايمن، لك اسلوب مميز في الطرح اللي قاعد تقدمه، يعني فيديوهاتك عفويه جدا. وخلينا نقول عصبيه شوي. لا ما يعصب. هذا السؤال انا رديت لك على هالسؤال. لكن راح نروح حق الاستاذ حسين بوغريس على بيج تراك 965، هذا المشروع التطوعي. بما ان حضرتك انت رئيس هذا المشروع، وين كان وين وصل، شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ احنا اول شيء كانت سياره واحده انا ورفيجي مشعل عوض الله يذكره بالخير، ومسي على كل الفريق. كانت سياره واحده انا وياه،
فقلنا ايش رايك خلينا نسوي لنا فريق نساعد الناس، ندخل يعني بعد فتره ندخل معانا بنات عشان نزور المستشفيات. بعدين سوينا فريق تطوعي بزياده ان نخليه عندنا اشهار من وزاره الشؤون، ان خلاص وزاره الشؤون تقول لنا اي شيء احنا نمشي ويا وزاره الشؤون. والله الحمد مشينا بهالطريق وسافرنا ورحنا بلاد برا وساعدنا يعني ودشوا معانا البنات، ولله الحمد بزياده ان الحين انتشر عالمي، الفريق صار عالمي الحمد لله وماشي الحمد لله. احنا سعيدين جدا ان قاعد نشوف هالاعمال التطوعيه، واكيد متابعينكم كثار. لكن انا لو بطرح سؤال يا عبد الله، انه ما شاء الله على كثر متابعينكم اللي قاعد يتابعونكم يعني مئات الالاف، ومتابعينكم اكيد قاعد تاثرون فيهم بطريقه ايجابيه، هذا شيء اكيد يسعدنا، بس ولا احد فيكم دخل مجال الاعلانات؟ ممكن بعاد عنكم. اول شيء لا دخلنا اعلانات، بس انا طقيت بريك شويه لان في شركه، لا في شركه الحين خلاص انا عندي شركه هي ماسكه اعلاناتي. أوكي. هي تقول لي سوي الاعلان يعني الفلان. دخلت مجال اي انا بالاعلانات من زمان، بس في اعلانات حق اشياء معينه ما يعني مثل ابلكيشن، صح اقولها ولا غلط؟ ابلكيشن ابلكيشن اوكي ابلكيشن. لا لا انا 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 برد على بيج تراك بعد شوي. لا جبت شلون يمين صايد هي قالت غلط مو انا. بعدين بعد الحلقه راضي على الهواء. فانا دعايات الحين كلها من نظام الشركه، هي تقول سوي دعايه فلانيه سوي دعايه فلانيه بالستوري ولا بالسناب ولا بالعام الانستغرام. حلو، يعني هالموضوع يمكن احمد يكون مهم، يعني لما بلشت بتصحح الحين المفردات اللغويه حق الناس. صحيح. حاط ببالك موضوع الاعلان باكر راح يجي الاعلان من نقدي لهالمشاهير؟ سؤالكم لي وان انتم قلتوا لي ان انا ما دشيت بمجال الاعلانات لحد الان، هذا بروحه نجاح يسعدني. ليش؟ لان لي الحين ما حد يدري ان انا مسوي كذا اعلان، لان انا احب ان الاعلان يكون غير مباشر. واو. ما يحس انه والله شفتوا هذا، هذا الرقم، هذا الاكونت، هذا الكذا. يعني نسوي اعلان بطريقه غير مباشره. غير مباشره شو سويت؟ مو الطريقه الغير مباشره ان الناس يتعودون على على قولتهم نمط الحياه، انه يعرفون انه احمد هادي ولا حسين ولا ايمن انه هو معروف انه قاعد يروح هالمكان، معروف انه هو يطلب الشيء الفلاني مثل ايا كان، ايا كان مثلا كان كانت قهوه، كان نوع من انواع الاكل، كان مكان انا افصل عنده ملابس، عفوا افصل عنده ملابس، مكان اشتري منه اغراض. كون انه هم يشوفوني انا قاعد اروح هالمكان بشكل دايم، هذا بروحه تسويق. صح. مو شرط اني انا اقول اسمه، ساعات حتى ما اقول الاسم، ما اقول شنو انا طالب. الناس بروحها زين، انت نشوفك تروح هالمكان وايد، شنو قاعد تطلب؟ بس ايش كثر احنا شفت يعني ان الناس يعني استفادت من الاشياء اللي قاعد تقدمها. يعني لما تروح حق المشاهير، هل رفعوا مثلا في ناس عليك قضايا تأذيت من هالموضوع، ولا شفت الفائده كانت اكثر؟ اول شيء انا اقول الكويت دوله مؤسسات وحق التقاضي مكفول للجميع، لكن اللي انا قاعد اشوفه وحسب خبرتي انا البسيطه بالقانون، حسب الكلام اللي هو من أصدقائي القانونيين والقضاة، وهذا إن أنا مو قاعد أسوي شيء غلط. لكن بشكل إيجابي، بشكل أخلاقي، حتى التعليقات المسيئة لشخص المشهور اللي أنا منزله فيديو عفواً ومصحح له هذه الغلطة، أشيلها. نعم. بس انت مستلم اللي بالكويت وبرا الكويت يعني؟ لا حول العالم. وصلنا امريكا. لا بس اللي بحاول بس اركز عليه ان انا انشهرت عن طريق الصدفه، هذه كل المشاهير يقولونها. صح. بس صدق صارت صدفه، لان انا كنت اسوي هالشيء عن طريق تويتر وسناب، وما كان عندي ذاك الزود متابعين، لان انا احب اسوي هالشغله. نعم. واحد جزاه الله خير يجمع الفيديوهات وحطهم بسناب او انستغرام وانتشر، قام يوصلني من حسابات او من جروبات اهلي بالواتساب، شوفوا هذا ما يدرون انا، شوفوا هذا شلون عفيه عليه يعني. صح. دشيت ولا منتشر كل حسابات المشاهير اللي بالانستغرام حاطينه، فانا حبيت ان يكون لي انا الكريدت بالنهايه. صح. الحين هالنقطه يمكن مهمه استاذ ايمن، شلون الواحد كونك مستشار يعني تربوي اسري، شلون الواحد اذا فجاه صار مشهور وهو كان في مجال معين واشتهر والحين يبي يحافظ على هالشهره سواء كانت ايجابيه او سلبيه؟ يا كثر الشهرة تسوي ربكة بالإنسان بشكل مو طبيعي. فعلاً هي الشهرة لما تيلك تغير موازينك يا أخي، سبحانك يا رب، تبعد قريب منك وتقرب البعيد عنك. صبح بقدرة قادر تلاقي عندك ربع ما تدري من وين يجيك، وربعك اللي وياك يبتعدون عنك بشكل غريب.
ففعلا يتسوي الربكه هذه. بس الشهره ترى مسؤوليه مخيفه، تعطيك مسؤوليه انت لازم تكون قدها. انا الحين مثلا ما اسمح حق اي انسان يخليني اعصب او اتنرفز، لان انا انعصبت وتنرفزت ادش بالاستشاره يجي لي انسان تعبان يبي يكلمني، ما ينفع ادش عليه بنفس، ما ينفع ادش عليه معصب. بس انت اللي صاير العكس، ايمن انت قاعد تعصب الناس. يعني انت في عندك فيديو تطلع تقول ان المراه مثلا سلعه او شيء، فتستفز مثلا الجمهور او الناس وتخليهم يردون. صحيح صحيح، تعافس الدنيا ايمن. ايمن لك اسلوب، لك اسلوب عفوي جدا في طريقه القائك او طرحك للموضوع. صحيح. يعني نلقاك فجاه بالسياره قاعد تصور، ولا فجاه بمكان كذي فاتح السلفي وقاعد تتكلم موضوع. صح. صح. اذا استفزك موضوع معين وانت فعلا عصبت، هل انك تاخذ برويه ولا على طول تقوله؟ شوفي لولو، اكلمك بكل صراحه، انا اقدر اتحمل كل شيء الا الخطا اللي يصير على الاطفال، انا ما اتحمله بصراحه. بصراحه ما اتنفس، قاعد تصير في ظاهره غريبه عجيبه، اكيد كلكم قاعد تشوفونها. هالاطفال هذول يا جماعه، انا صار قدامي طفل قاعد يجرونه. حمقان والله، حتى باللقاء حمقان. والله يا جماعة، طفل قاعدين يأجرونه حق بعض، طفل عمره 4 سنوات يأخذونه يدورون فيه بمكان معين، خذا والمكسوم من الناس خلصت استلمته الثانية يدورون فيه. شيء نرفز، ما أقدر أتحمل موضوع نفس هذا، والطفل مسكين طالعني ما يدري وين الله قاطه، ما يدري إيش اللي قاعد يصير، تعب معرق من كثر التعب ما يحسون فيه. هذا شيء ما اقدر اتحمل، ما اقدر امسك نفسي بهالموضوع ابدا. ومن الشغلات الثانيه اللي وايد تنرفزني بعد، اللي ما اقدر امسك نفسي فيها، لما القى الريال اللي يغلطون عليه الشباب الصغار بشكل الواحد يفقد اعصابه. هني انا ما اقدر اطلع عن 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 بروتوكولي. صحيح. اعصب عشان كذي فيديوهاتك قاعد تكون جدا عفويه، واحنا قاعدين ننفعل معاك ابو حمدان. لما كلمتوني انا قلت لك اني انا ما بعرف الاسئله شنو هي، انا اعشق العفويه، احب العفويه، حلو الانسان يكون في عفويته، حلو الانسان يكون في تلقائيته، لما يكون كذي بهالعفويه اللي يكون انت عارف ايش قاعد تسالك ما تصير حلوه، فالعفويه هي اللي قاعد تسوي هالشيء الجميل. بس بصراحه شادنا. استاذ حسين، عندنا لك اسئله بعد، ودنا نتكلم عن الجرائم الالكترونيه وشنو بعد الاطروحات اللي بعد ودك انها تنضاف حق الجرائم الالكترونيه، خاصه اللي قاعد نشوفها. مشاهدينا راجعين حق هاللقاء مع المؤثرين الايجابيين في السوشيال ميديا بعد لقاء. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا، مثل ما شفتوا معانا باكر راح يكون معانا الفنان داوود حسين وابطال مسلسل موضي قطعه من ذهب، اكيد راح تتابعون تفاصيل اكثر في لقائنا باكر. لكن اليوم نرجع حق المؤثرين في السوشيال ميديا والايجابيين بالذات. استاذ حسين بوغريس، نتكلم شوي على الرساله اللي انت قدمتها، كانت شوي مختلفه، حاولت يمكن تتكلم عن بر الوالدين شوي اكثر. صح. وتركز على الوالده الله يحفظها. الله يسلمك. كلمنا ليش اتجهت يعني هذا الاتجاه؟ هو الحمد لله ان شاء الله كلنا بارين بهلنا، وانا بالاول كنت بارب ابوي الله يرحمه، فخلاص مشيت بهالمجال هذا، انا بارب اهلي وبارب عيالي وبارب والدتي، لا انا وحيدها، لا بنات ولا صبيان، فانا الوحيد اللي اكون مجاب لها. الله يخليكم حق بعض يا رب. اللهم امين ان شاء الله. اكيد الفيديوهات هذه قاعد تاثر فيك جدا يعني. الله يسلمك. بس ما تيك يمكن نقد اللي الناس لا تقول؟ لا بلا، في نقد يعني. انا اكثر فيديو انشهر لي اكثر شيء لما انا كنت قاعد ابوس ريولها واقول لهم مصوره ليش صورتها؟ قلت ان في ناس ما تدري عن اهلها، ما تدري عن امها ولا تدري عن ابوها. انا امي بالعنايه صار لها تقريبا داشه على السنه، فانا يوميا اروح اقعد عندها وابوس ريولها، بس انا صورتها المره هذه ابي الناس تطالع. في ناس ما تدري عن اهلها ولا تدري عن لا ابوها. وفي مشهد يمكن انشهر وايد انك قاعد تقرض اظافرها. صح، هذا قديم وكانت في البيت. الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب. يمكن الناس لو تشوف هذه الاشياء تعتقد انها رياء، لكن فعلا انت قاعد تقدم صوره وقاعد توصل رساله حق متابعينك. صح. صح. ان فعلا هذا مو رياء. صح. هذا فعلا شوفوا شنو انا قاعد اسوي. شوفوا هذا اللي قاعد، لا ترى بنتي اللي مصورتني انا ما ادري عنها كنت. ما شاء الله. إيه. ما شاء الله. يعني يمكن لقطه هم تكون عفويه والناس قاعد تشوفها. فاحنا كان اصل رساله يعني، احنا كلنا المتابعين هذول من وين؟ هم اللي طلعونا، احنا ما طلعنا بروحنا ان انا عندي متابعين شيء، لا هم المتابعين. كل شيء قاعد تسويه زين المتابعين قاعد يزيدون عندك، يعني من عند ايمن ولا عند احمد، اي شيء قاعد تسويه قاعد نصعد نصعد نصعد. بس النقطة حساسة يمكن حسين، يعني اذا المتابعين قاعد تشوفهم يزيدون على شيء سويته، ترد تسويه كل يوم؟ لا لا ما اسوي شيء ثاني. واحنا اهم شيء احنا النقد مالنا نقد بناء. انا بسوي شيء ثاني، بسوي نقد بناء، ما اغلط، ما اتكلم على اي شيء يثير الجدل حقي وحق متابعيني. ليش؟
ما بي حد يغلط عليه حتى من السوشيال ميديا. نعم. ما بي حد يغلط على المساحة يقول اللي قاعد يغلطون قاعد نمسحهم. احنا ما بي حد يغلط علي لا علي ولا على بيتي ولا علي، لان انا قاعد يتابعوني من شتى انحاء العالم. احنا قاعد يتابعونا يعني برا وايد قاعد يتابعوني. عندنا مصحح لغوي هني عالمي، مصحح عالمي خلاص مو خلي لا الكويتي ولا بغيت تبي. احمد يمكن احلى تعليقات او اضعف تعليقات اللي كنت يعني. انا بس بالبدايه بكمل على كلام اخوي حسين. انا اشوف ان بالسوشيال ميديا ما فيها اي مشكله ان احنا نمثل المثاليه حتى لو احنا ما نسويها بالصج. خل نمثل المثاليه على الاقل، لان المتابعين يتابعونا ويشوفونا قاعدين نسوي هالسوالف، كان صورة عفوية، كان بصورة تمثيل، كان أيا كان، على الأقل يقلدوننا بشيء زين، ما يقلدوننا بشيء شين. بس إذا شافوك برا السوشيال ميديا قاعد تسوي شيء شين. كلنا لنا جانب سيء، كلنا لنا جانب سيء، بس لما نرفع التليفون نحاول نخفي هالجانب السيء. نعم نعم. ما ندعو لأن إحنا الناس يكونون كلهم، إحنا مو بالمدينة الفاضلة. صحيح. كلنا لنا أخطائنا. صحيح. لكن ليش أنا أسوي هالخطأ على بني أنا متصالح مع نفسي وأسوي هالخطأ قدام الكل؟ لأن في ناس راح تتأثر وتسوي هالخطأ. صحيح. نفسي. وش رأيك صديقي من الجانب الثاني؟ الكلام اللي قاعد يقوله وفعلًا قاعد يصير عندنا لبس مو طبيعي، وفعلًا ترى صايرة موضة هالأيام. خليك واضح وصريح وقول وتكلم عن عيوبك وقول عيوبك ولا تستحي منها ولا تصير منافق. الكلمة الخطيرة اللي هم قاعدين يقولونها. في فرق يا جماعة بين أن تكون متصالح وما بين أن أنت تكون داش في مجال أنك أنت تطلع العيوب اللي فيك. غلط. العيوب يجب أن تستر. إذا الله سبحانه وتعالى سترها فيك تروح أنت تتكلم فيها. صح. على أبونا أنا متصالح، هذا كلام غير صحيح. يعني حضرتك معنا أن ندعي المثالية في السوشيال ميديا؟ شوف أنا ما قلت ندعي المثالية، أنا أقول لك اطلع بالشكل المناسب من لازم الناس تشوفك فيه. لا تكون مثالي زيادة عن اللزوم، لا تكون مبالغ انك انت كأنك ملاك منزل. تدري ليش؟ انك لما انت تبين ان انت ملاك راح يصيدون عليك العثرة اللي انت راح تعثرها وانت راح تعثر. صحيح. لازم يصير عندنا قبول من الانسان العادي يا جماعة. يمكن هذا يمكن سبب نجاحكم وسبب انتم غيرتوا فكرة الناس عن السوشيال ميديا من السلبية للإيجابية. كان معنا ضيفنا حمد قلم، نوجه له تحية. كان والده الله يحفظه معاه استاذ سالم العلي، سامي العلي. قال له الكلمة اللي ما تقولها باليمعة ولا بالزوارة لا تقولها بالسوشيال ميديا. صحيح. هذه يعني فعلا صراحة هذا يعني شيء أثر فينا جدا يعني. وهذا الشيء اللي فعلا أنتوا قاعدين تسوونه. وسلبيات السوشيال ميديا احنا ما نقدر نسيطر عليها، لكن ما قصروا الجرائم الإلكترونية. صحيح. فعلا قاعد يشتغلون عدل عدل عدل. لكن أنتوا من وجهة نظركم شنو اللي قاعد تشوفون الشيء اللي قاعد يكون سلبي جدا ولازم يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية؟ اشوف ان الجرائم الالكترونيه حاليا وضعها يعني افضل، يعني في اشياء داشه بسالفه الحريات ما راح ادش فيها. يعني احمد انتوا ايش كذا قاعد تغيرون بالرساله اللي تقدمونها اليوم وتحاولون تغيرون الاشياء السلبيه الموجوده بالسوشيال ميديا. صحيح. انا اللي قاعد اشوفه ان بالكويت، محيط الكويت، انا اتكلم بس عن الكويت، ان الناس اللي يسبون، الناس اللي يغلطون قلوا وايد. صحيح. لأن داروا عاجلا ما اجل راح يغلط ويصيدونه، لأن في ناس ما ينصادون. احنا قاعد نشوف ما شاء الله اكاونتاتكم ما فيها هالسلبيه ابدا. صح. الف الحمد لله. يعني معناته انا احاول اني انظف، لان ادري ممكن مثلا حطيت انا فيديو حق لولو شكرا مثلا. لا انا ما اكاونتي لا حطيت لا هذاك تويتر، لكن مثلا باكاونتي حطيت مثلا فيديو حق لولو وهي قالت كلمه غلط وانا صلحتها لها. بس فعلا نقد بناء يعني. إيه؟ شنو اكثر كلمه نرفزتك؟ ما ماكو شيء ينرفزني، بس صارت عندي دوسي دوسين جابانا. لا انا ايمان اللي حاولت يعني كلمه انشهرت بنات بتر. أي كلمة؟ هي بينت بتر. بينت بتر اللي هي بنات بتر. دوسي جبان. فول السودان. لا دو إيه جوتشي جبان. أوه جوتشي جبان هذه قوية كانت. صاروا كلهم مع بعض. كسرت الدنيا. ما في أحد زعل من المشاهير على هالكلمات؟ ما حد كلمه قال امسح الفيديو؟ في ناس من المشاهير أيام السنة يعني قبل أتجه للإنستغرام دشوا بنرفزة. وبعد ما بينت لهم ان الوضع ترى مو شخصي، لان في ناس يتابعونكم وراح يقولون الكلام نفسكم، فانا اصلحها وكذا، وكانت الامور تمام. لا بس في ناس دشوا
وسووا مشاكل بس حاولوا انهم يرفعون قضيه. انا قاعد اقول لكم من البدايه حق التقاضي مكفول للجميع، بس دام بما ان انا مو قاعد اغلط على احد، القضيه ما راح توصل لمكان، يعني راح توصل لحد معين وتوقف يا اني انا اطلع براءه يا ان ما تطلع من التحقيقات اساسا. وهذا مو هذا يعني مو هذا اللي انا اطمح له ان ناس ترفع علي قضايا او هذا. الانسان اللي شاف ان كلمه غلط شافها الحين صح عدلها. والشغله اللي بغيت اقولها ان مثلا لو انا حاط لك فيديو واحد علق عليك انت او عليك تعليق سخيف، انا ادري ممكن انت وانت ولا انت بيوم من الايام تدشون على حسابي وتقرون هالتعليق السخيف، احس انه كاني انا مسؤول مسؤوليه غير مباشره عن هذا التعليق، فانا من مسؤوليتي اني انا اشيل هالتعليق. فتكون عندك سلطه على كل التعليقات وتقراها. هذه الرساله الايجابيه اليوم اللي قاعد تقدمونها حضراتكم، نشكركم وايد على وجودكم معنا. يمكن الوقت يعني مر بسرعه، يعطيكم العافيه وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحه. جميل معاكم مر بسرعه والله يتمم عليكم ان شاء الله هالايجابيه، وان شاء الله تاثرون اكثر واكثر بالايجابيه وتغيرون فكره السوشيال ميديا. معنا اساتذه صراحه يعني فعلا سعيدين بوجودكم معنا، نورتونا في غبقه الحمراء. ومشاهد هدينا نقول لكم نلاقيكم باكر ويبوا عيالكم يوم باكر عقبه اللي بعده على طول قرقعه عندنا قرقعان يبوهم هني الساعه 9:30 من غبقه الحمراء، وراح نسوي لكم مفاجآت جدا جميله ونلاقيكم مع ضيوف مميزين. تصبحون على خير ومع السلامه وتقبل الله. تصبحون على خير فما الله.